السماء بتشهد ظاهرة غريبة ومحيرة خلت علماء الفلك والراصدين في حيرة، وهي اختفاء حوالي 100 نجم من السماء من وقت الأربعينات لحد دلوقتي. والسؤال اللي بيطرح نفسه، إزاي النجوم دي اختفت من غير ما تسيب أي أثر؟ ده اللي هنعرفه هنا في خمسة بالعربي. السماء دايما مليانة أسرار وغموض، لكن لما النجوم تبدأ تختفي من غير سابق إنذار، ده بيخلينا نقف مذهولين ونسأل إيه اللي بيحصل في الكون؟ العلماء مؤخرا لاحظوا إن في حوالي 100 نجم اختفوا تماما من السماء من الأربعينات لحد دلوقتي، وده مش شيء بسيط، لأنه في العادة الكلام ده مش بيحصل، فلما نجم يختفي تماما من غير ما يسيب أي حاجة وراه، ده يعتبر حاجة استثنائية جدا. العلماء قاموا بدراسة حديثة من خلال مشروع اسمه المصادر المختفية. الفكرة في المشروع ده إنهم قارنوا صور قديمة للسماء من الأربعينات مع صور حديثة اتخذت في الألفينات. باستخدام برامج كمبيوتر متطورة، الباحثين لقوا 150 ألف مصدر ضوء ممكن يكون اختفى على مدار العقود، وبعد ما ركزوا في الصور قدروا يحصروا العدد لحد ما وصلوا ل 100 نجم من اللي كانوا موجودين فعلا واختفوا من السماء بشكل كامل. الموضوع ده فتح الباب قدام العلماء علشان يطلعوا بنظريات تحاول تفسر اللي بيحصل. أول نظرية هي عدسة الجاذبية، اللي بتقول إن جسم ضخم زي ثقب أسود أو مجرة ضخمة يعدي قدام نجم بعيد بيشوه الضوء اللي جاي منه وبيكبره. ده بيخلينا نشوف استهدافات ضوء ممكن تكون حصلت زمان لكنها دلوقتي مش بتبان، يعني النجوم دي ظهرت في وقت معين بسبب التشوهات الجاذبية، لكن لما الأجسام الضخمة اتحركت أو اتغير مكانها الضوء اللي كان مبين النجوم دي اختفى. في كمان نظرية تانية بتقول إن الأجسام المتحركة القريبة زي الكويكبات أو السدم الكونية ممكن تكون هي السبب. الأجسام دي ممكن تكون عدت قدام النجوم وحاجة بتضوءها عننا، وبالتالي النجوم دي مش اختفت لكن احنا ما بقيناش قادرين نشوفها من تاني. لكن النظرية اللي أثارت الاهتمام أكتر واللي اكتشفتها دراسة على نظام نجمي ثنائي في حافة مجرة درب التبانة اسمه VFTS243 بتقول إن مش كل النجوم بتتحول لمستعر أعظم. في بعض النجوم بدل ما تستهدف وتعمل وميض ضخم بتنهار بشكل مباشر وبتتحول لثقوب سوداء من غير أي استهدافات أو ضوء. الخبير أليخاندرو فيجنا جوميز قائد الدراسة قال إن لو حد وقف بيتفرج على نجم وهو بيمر بانهيار كامل كان ممكن يشوف النجم فجأة بيختفي وكأنه طفى زي اللمبة، وده بيفسر بشكل كبير ليه ممكن نشوف نجم بيختفي من السماء فجأة من غير ما يسيب وراه أي أثر. طيب هل النجوم اللامعة اللي بتختفي فجأة مرتبطة بالثقوب السوداء؟ بص يا سيدي، في السنوات الأخيرة علماء الفلك لاحظوا اختفاء مفاجئ لبعض النجوم اللامعة، وده خلاهم يتسألوا هل ممكن يكون في علاقة بين النجوم دي والثقوب السوداء؟ بمعنى تاني، هل ممكن بعض النجوم الكبيرة دي تنهار فجأة وتتحول لثقوب سوداء من غير ما تدي أي إشارات؟ الدراسة اللي اتعملت على VFTS243 خلت العلماء أقرب لتفسير معقول للظاهرة دي، واللي خلانا نفهم أكتر إن النجوم مش دايماً بتستهدف لما بترحل، لكنها أحياناً بتنهار مباشرة وبتتحول لثقب أسود، وده بيخليها تختفي فجأة من السماء.